اليوم الثاني من سيطرة الجيش على الحكم في تايلاند كان حافلا بالتطورات السياسية، لكن الهدوء على الأرض كان سيد الموقف. فالعاصمة بانكوك تكاد تخلو من قوات الجيش، والمواطنون عادوا إلى مزاولة أعمالهم وأنشطتهم اليومية. أما المدارس فأعلنت أنها ستفتح أبوابها الاثنين المقبل. في البداية تفاجأت كثيرا وظننت أن الانقلاب سيؤثر على حياتي من نواحي عدة، لكنني أدركت لاحقا أن حماية الجيش مهمة للاستقرار. الانقلاب العسكري كان متوقعا، السؤال الوحيد كان متى سيحصل، وها هو قد حصل. في مقابل هذا الهدوء الميداني يجهد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في إحكام سيطرته، فقد أعلن المجلس منع 155 شخصاً من بينهم رئيسة الوزراء السابقة يينغلاك شيناواترا من الخروج من البلاد ما لم يحصلوا على إذن. ووضع المتحدث باسم المجلس العسكري هذا القرار في خانة الحفاظ على السلم والنظام. في السياق نفسه امتثل عشرات السياسيين لقرار المجلس باستدعاء أكثر من 100 شخصية إلى المقر العام للجيش، من بينهم رئيس الوزراء المعزول. وعلق الجيش العمل بغالبية الحريات الفردية، إضافة إلى تعليقه العمل بالدستور باستثناء ما يتعلق منه بحكم الملك ومجلس الشيوخ. وأعلن الجيش سيطرته على مقاليد الحكم وعزل رئيس الوزراء بعد 7 أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات دفعت بالبلاد إلى طريق مسدود.